السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نكمل اليوم شرح دروس منهج Bridge to Success Grade 3 Unit 5. معنا اليوم لسن 8. نشوف الفوكابلري. Breakfast، breakfast الفطار. Milk، milk حليب. Bread، bread خبز. Eggs، eggs البيض. Grapes، grapes العنب. Apple، apple تفاح. Carrots، carrots الجزر. Juice، juice عصير. Eat، eat يأكل. Drink، drink يشرب. Hungry، hungry جوعان. ناخذ كمان كلمات زيادة. Olive، olive يعني زيتون. Cheese، cheese جب. Butter، butter أو butter اللي هي الزبدة. Jam، jam مربى. Sandwich، sandwich sandwich. Water، water مية. Tea، tea شاي. لبنة، لبنة طبعا عارفين لبنة. تعالوا نشوف الأسئلة معنا. What does countable mean؟ كلمة countable يعني الأشياء التي تعد اللي نقدر نعدها. What does uncountable mean؟ يعني كلمة uncountable يعني الأشياء التي لا تعد. هنشوف صور look at the picture and try to find out what countable uncountable means. يعني الأشياء التي تعد والتي لا تعد، وما معنى الكلمتين countable and countable. How many eggs can you see؟ كم بيضة ممكن نشوفها. هنا عندنا there are three eggs، there are three eggs يبقى دي countable عشان قدرنا نعدها. How many carrots can you see؟ How many carrots يعني كم جزرة. There are two carrots، there are two carrots كمان دي countable عشان قدرنا نعدها. How many apples can you see؟ How many apples can you see؟ There is only one apple يعني في بس تفاحة واحدة. How many potatoes can you see؟ How many potatoes can you see؟ There is no potatoes، مش شايف potatoes في الصورة. في فرايز بس، في هنا عندي فرايز ما فيش potatoes. How much rice can you see؟ نلاحظ هنا السؤال اتغير، الأول كان how many، how many واسم جمع، اسم جمع كل الكلمات اللي معانا فيها اس، دليل على أنها أشياء يمكن عدها. أما مع الأشياء التي لا تعد الـ uncountable nouns نستخدم how much أولا في السؤال والكلمة غير مجموعة أو ليس لها اس، لأن كلمات الـ uncountable اللي هي الكلمات التي لا تعد ليس لها جمع، وهنعرف ازاي دلوقتي. How much rice can you see؟ Rice، أرز. طبعا احنا ما نقدرش نعد الرز أو الأرز، فبنقول How much rice؟ إذن هو uncountable. How much milk can you see؟ يعني ما كمية الحليب التي ترى؟ تمام؟ هنا برضو الملك ما نقدرش نعده لأنه كمية، والأشياء التي ذات الكمية لا تعد، ولكن تكون بالجرام أو بالليتر أو المليليتر وهكذا. How much cheese can you see؟ Cheese كمان قلنا ما ينفعش إن احنا نعدها، ودي uncountable noun. How much tea can you see؟ Now you guess what a countable uncountable noun. قلنا countable اللي هي الأسماء التي تعد تنتهي بإس فحتى لو كان جمع، والuncountable هي الأشياء التي لا تعد ولكن يكون لها وزن
او مقياس مثلا لتري مثل الاشياء السائله، ولا يوضع فيها اس. طبعا دي الاجابات، وهنا بنستخدم سم مع الاشياء التي لا تعد. How much rice can you see؟ ممكن اقول I can see some rice. I can see some rice. عشان لا تعد. Countable nouns are things that we can count. هي اشياء نقدر نعدها. For example, bananas, apples, oranges. لاحظنا هنا في نهاية الكلمات يوجد حرف الاس لأنها countable أو أشياء تعد. I eat two apples every day. أنا أكل تفاحتين كل يوم. هنا apples فيها اس عشان تعد. Uncountable nouns are things that we can't count. أشياء لا نستطيع أن احنا نعدها. Examples أمثلة زي water, rice, sugar. دي أشياء ما ينفعش نعدها. I ate some rice for lunch. أنا أكلت بعض الأرز للغداء. بنستخدم some للتعبير عن الكمية يعني بعض. How many countable and uncountable nouns can you remember؟ طبعا كده بعد ما درسنا عن الاثنين وفرقنا ممكن نسأل الأطفال ويدونا أمثلة عن الcountable والuncountable things اللي هم شافوها. طيب تعالوا نشوف التدريب ده. Put the following words in the correct box. عندي هنا grapes، عنب، rice، أرز، eggs، bread، tea، شاي، cheese، جبن، apples، تفاح، carrots، جزر، bread، خبز، milk، حليب، و olives، زيتون. هنا عندي جدول countable و uncountable. أسهل طريقة أعملها إن أنا بضع الأشياء اللي فيها اس، الأسماء التي تنتهي بإس في الكاونتبل، والكلمات التي لا تحتوي على الحرف اس او نهاية اس بيكون uncountable. فعندي مثلا هنا grapes، وهنا rice، eggs، وهنا tea، cheese، وهنا carrots، bread، milk، و olives. اذا زي ما شفنا بالفعل كل الكلمات التي تنتهي باس هي countable nouns، أما الكلمات التي لا تنتهي بإس هي uncountable nouns. شوف الكتاب صفحة رقم 97. Mira's breakfast. This morning Mira was hungry. يعني في هذا الصباح ميرا كانت جوعانة. This was her breakfast. هذا كان فطارها. Orange juice, bread, grapes and milk. طيب we can count grapes، نقدر نعد الجريبس العنب، and eggs والبيض. So we say some grapes to eggs، ممكن نقول بعض العنب ونقدر نقول بيضتين. We can count bread, juice or milk. So we say، احنا ما نقدرش نعد الخبز ولا العصير ولا الحليب، ولذلك نقول some bread, some juice، some milk، not some milks. طبعا دي اشياء ايه لا تعد. عندي هنا سؤال بيقول at breakfast this morning، يعني في الفطار هذا الصباح، what did Mira eat، what did she drink، يعني ماذا اكلت ميرا وماذا شربت. طبعا هنا السؤال في صيغة الماضي، استخدمنا الفعل المساعد did، وفي السؤال لما نستخدم did بيكون الفعل الأساسي بيكون في المصدر، يعني في حالة الانفينيتيف. طيب خلونا نشوف كم سؤال كده. What did you eat for breakfast؟ What did you drink؟ بالنسبة لميرا she ate some bread and some grapes. رجع الفعل في زمن الماضي مرة تانية، يبقى الماضي للفعل eat ate، والزمن الماضي للفعل drink drank. She drank some juice and some milk. عندي هنا سؤال what did you eat or drink for breakfast؟ ده السؤال اللي احنا ممكن نسأل أي طالب، ماذا أكلت أو شربت في الفطار؟ هيكون الإجابة I ate some، وأقول الشيء اللي أنا أكلته. I ate some مثلا some cornflakes، I ate some bread،
اي حاجه من الاشياء اللي احنا ناكلها على الفطار. ممكن نقول I drank some، طبعا هنا الفعل في زمن الماضي، I drank some milk، I drank some juice and so on. ده بالنسبة للمشروب. طيب عندي هنا play، I went to the shop، play the game، add one thing each time، يعني هنضيف شيء كل مرة. Player 1، I went to the shop and I bought some orange juice. Player 2، I went to the shop and I bought some orange juice and 6 carrots. يعني كل مرة هنضيف شيء، وهو طبعا معدي في السوبر ماركت بياخد بعض الأشياء، عنده العربة هنا فبيضيف لها الأشياء، فنقول هو اشترى ايه. عندي هنا I bought some، I bought يعني اشتريته، وهي الفعل الماضي للزمن للفعل buy، BUY. I bought some، واضيف الشيء اللي انا اشتريته. I went to the shop and bought some orange juice, some apples, some cornflakes، وهكذا الاشياء اللي احنا اشتريناها هنكتبها. Lesson 8 use of English. تمام، count foods، put a tick next to the food that are countable. اتفقنا ان كلمة countable يعني الاشياء التي تعد. Put a cross، علامة غلط او X، next to the food that are uncountable، يعني الاشياء التي لا تعد. احنا اتفقنا عشان نسهل على نفسنا، الاشياء التي تعد بيكون نهايتها S، اما الاشياء التي لا تعد ما بيكونش في نهايتها S، فطبعا ده هيسهل علينا. تعال نشوف مع بعض. عندي مثلا bread، بريد لا تنتهي بإس، فإذا uncountable هيكون عليها إكس، أو نحط حرف يو بس المفروض نحط عليها إكس. grapes countable، eggs countable، orange juice uncountable، milk uncountable، وapples countable. طبعا اتفقنا عشان بتنتهي بإس فحطينا countable، اللي مش بتنتهي بإس uncountable. Look and write. Write the names of the food. Use some or a number. هنكتب أسماء الأشياء ونستخدم كلمة some أو رقم. يعني مثلا هنا عندي some orange juice عشان لا يعد. أما هنا عدينا الجريبس فطلعوا 18 grapes. هنا عندي bread يبقى some bread. أحيانا كلمة bread بيبقى في عليها اختلاف. في ناس بتقول انها بتعد، هي بتعد في حالة لو قلنا مثلا two loaves of bread، يعني رغيفين من العيش، ولكن الخبز نفسه او اقصد الخبز طبعا العيش عندنا في مصر يعني. طيب هنا في نعم في رغيفين، ولكن هو الخبز كلمة على بعضها كده لا تعد. طيب عندي هنا six eggs، وعندي هنا three apples، وعندي هنا some milk طبعا عشان لا يعد. What did you eat in the morning? Write your answer. What did you eat this morning? I ate، وهتكتب الجملة الخاصة بك. I ate some، مثلا some cornflakes، and I drank some milk. كده نكون وصلنا لنهاية شرح درس اليوم. شكرا جزيلا، كان معكم مستر إيهاب عادل.